اخلي خصم علي 600 ريال يا عيال ها اخلي خصم علي 600 يا شباب اخلي يا رجل كذا اخلي المندي دقيقه اخلي شيء من غرفه العمود بدال المندي شيخ يسوي المندي عشان اصير الموضوع يا حبيبي هذا متى عرش المندي كله اسمع شيخ اداري تبغى تخربها يا شباب عادني باقي بدي الا لا والله تخرب والله ابشروا ان شاء الله اذا جيت الجنوب باذن الله بحنيد اني ارضى الله حبيب قلبي بلحم حنيد خليه تاكل اصابعك وصغري لك تعالوا جدا انا ادوقكم المندي الحضرمي دكتور مش قوم قوم دكتور عند شتمه عند سدة الباب يا قوم يا قوم يا القرية إنه يوم الغنائم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الغنائم حياكم الله حياه الحامل والمحمول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأنا بقية يلا خير بقي واحد يلا يا عيال راح يغير بطاريات بقي اثنين بسرعة جاسين يا عيال جاسين جاسين بسرعة 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 جاسين يا عيال محمد 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 جاسين يا مخلد جاهزين لا تمشي تمشي باقي معاذ بس يلا هذا القرية بسم الله رفت أيه أبوي أنت نازلين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قائد وعراب هذه القرية تفضل حبيبي والله الله يسعد قلبك نوحد الصوت الشباب ظافر بسم الله حقت المواقف الطائرات ذي اللي فيها تخلى على جنب شوي الله يخليك في أغراض جاية لثلاثة من الشباب الجميلين معنا عبد الرحمن الخضيري عبد الله الجميري ومحمد الوهيبي دقيقة وهيبي دقيقة بنبدأ في الجميري نبدأ في الجميري جميري قدم أغراضك طيب الله يمسيكم بالخير بعلمك الحين تفتح لين يخلص الجميري ما شاء الله صل على النبي تجلس تكفى هذه يعطينا السلامة يوم تكفى جز يوم كنت ناظر الوقف أنا جدتي أم سعد جدتي جميلة أم الوالد الله يحفظها يسعدها ويطول في عمرها جدتكم جميعا من جدة وصلت أمين الله يحفظهم ان شاء الله من جدة يطول في عمارة من جدة وصلتنا لكل ام متسابق سجادة وبعض الامور لكل ام متسابق كفو تبغى تشارك في يوم كنت ناظر الوقف عرفت لكن خلل فني ما وصلت ذاك الوقت لكن ان شاء الله انها توصل بالشكل المطلوب الله يسعدك مكتوب طبعا لكل متسابق اهداء لام المتسابق عبد الرحمن خضيري من جدة عبد الله الجميري ام سعد اتمنى منكم الدعاء لها الله يسعدها الله يحفظها ويطول عمرها ان شاء الله جداتنا كلها وامهاتنا كلها الله يجزاها خير عبد الرحمن الخضيري الله يجزاها خير وصلت احلى صفقه احلى تحيه لام سعد جدتي جميله الله يبيض وجهها خالد حامد ارحب مرحبا انت رحيب بالمط ترى امانه لازم كل واحد يوصل الله يستر امره ان شاء الله ويحفظها من كل شر ظافر من جده مخلد مبارك هلا بيك هلا حبيبي كل واحد يفتحها عادي بس ما يفتح قرطاس تحت باذن الله الله يكتب اجرها ان شاء الله جزاه الله خير بارك الله فيك ام سعد الله يوفقك ان شاء الله بسم الله راجح الحارثي الله يخليك امين سعود فهد ابو فهد ويلا الله يسعده ويطول بعمره والله العظيم هذه من اغلى الهدايا سجاده قران الأشياء اللي بهجر الله يجعل بالجنة إن شاء الله والدينا الله يحرم سجدات المرضي زاد الشهيد الله يسعد قلب قلبها الله يخليها هيثم الملحاني بيبي سلمت طبعا مثل ما قلت لكم كانت في وقت وقت يوم كنت ناظر الوقف أنت الآن فارس القحطاني الله يسعد أبو يحيى بإذن واحد الأحد أدسها لك وأعطيها فارس اللي تعطيهم هذه سلمان الباهلي حبيبي الله يجزاك خير الكل وصل له صح يا اخوان مساعد خير الله يحفظك الله يجزاك خير يا مساعد يبيض وجهك ابو جميري اي والله ادعوا له الله يجزاك خير الا جاك الله يسرعك ثاني واحد اول واحد الله يحفظك طويل والله يوم سعد والله لا يهينك يبيض وجهك يا امنا الحين محمد الوهيبي حبيبي يقدم اغراضه شايفك يا وهيبي شايفك الله يا شباب الله هذه من ابوك يقدمها عاد بطريقته ابو وهيبي الملك طبعا يعني فريق دعمي جزاه الله خير ومسا الله بالخير متعاون مع حلوات السيف الحسني
حلات حسني يعني مصنع الحسني للحلوى العمانية. عمان يا سلام. بالتعاون معه وقدم لكم حلوى عمانية. الله. شيء رمزي يعني هذا ظاهرها. وعلى شعار وعلى شعار. نوريكم. خلنا نقول لك. طبعا شعار الخنجر العماني. زين. زين. دخلها حلوى. بالتعاون مع فريق دعمي بالتعاون مع مصنع الحسني للحلوى العماني. الله الله دعاء دوليه بيض الله وجهك حبيبي الله لا يهين جزاك الله خير يا الحسن ترى الله خير جزاك الله خير واشكر اخي وعزي والغالي عبد الله الشرياني الاسبوع الماضي كان جاب لكم حلوى عمانيه ونعم الرجا وانا قابلته ما قصر الله ونعم الرجا جزاك الله خير طبعا كل الشباب ينكر شباب محمد وزحها وزحها والله ما جيتكم يا اصلا بدو هاي واحد قال عمان وذوقه اوكي مساك خير ولا هي يلا والله يا جميري الله جميل طبعا الهديه رمزيه والله بطله اي كل واحد تات محمود والله فخم مصنع ايش قلت لي مصنع الحسني حلو لا 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 انت كده تسوقه لا جزا الله خير وتعاون والله الله يبيض وجيههم هو مجرب هذا الا لنا يتابعهم في عمان ان شاء الله باذن الله باذن الله نزور عليهم لنا حلقات يا سلام عندي خلاص خلاص وعبد الله هذا وش وضعه والله انك تصفط هذا طبعا صفطن صفطه اليمه بس ماشي هذه ركزوا هنا شباب ركزوا هنا شباب طبعا هذه الخنجر العمانيه الله عليك اهداء من مين؟ اهداء من عبد الله الشرياني جزاه الله خير الجوال نعم مس الله بالخير هديه لي قال لي والله يبيض وجهك شوف هاي بجيبها خلينا نشوف هذا جابها لي هذه لي وهيب شوف هاي بجيبها زين اهلا والله شعرنا سفل والخن عمان ايوه خلاص ما شاء الله تبارك الله يا وهيب الغرض الاخير عند عبد الرحمن الخضيري يا شباب هذه وصلت جزاك الله خير ما شاء الله ان شاء الله نزوركم عمان شوف شوف ما شاء الله الله يبيض وجهك ولا انت اهل عمان جميلكم سابق نسمع عبد الرحمن الخضيري وش عنده الربع يلا بداخل صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه تعال حمود وهبي تعال هنا خواطر الشينه اسلام وانت سالم اول شيء الف شكرا 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 لام سعد والوالد حبيبنا وهبي طبعا الله يجزاهم خير الناس اللي تعبوا ورانا اليوم لهم اربع ايام اليوم تفاجأت لهم اربع ايام مجهزين هالصندوق هذا للشباب مضبوط فأنا مهما أقول ومهما أشكر ما وفيهم حقهم الله يسعدهم طبعا سعدك بيعاونك بشيء منها ما يبغى طبعا حاطينهم بالونات يجي واحد بس يقرأ أبو سعد أبو سعد حاطين بالونات حاطين بين عبارات أنا ما أدري وش يقروهن أنا وإبراهيم واحد والمستشار لا كذا الله يصلح قلبك كاتبين وكاتبين يا طويل العمر على الهواء على الهواء العبارات يا رب شيء عسل شيء عسل هذا ايضا ممكن الكلمات اللي تداولا والفخامه اتوقع ان عند الجميري هذه لا اله الا الله طبعا متكلفين هم الله يجزاهم خير وانا صراحه لما شفت الهدايا زعلت حبيبي معاذ لما شفت الهدايا زعلت يعني بيض الله وجيههم على دعمهم وعلى تعبهم زيادة تلقاهم دافعين مبالغ والله أنا زعلت جدا 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 لما شفت أنهم متكلفين بالهدايا هذه والله تستاهلون زيادة بس بيض الله وجيههم جميعا لا بانت والله بيض وجيههم طبعا حاطين العطر لكل شخص كثر الله خيرهم وخيرك بعد الله يسعدهم حاطين العطر لكل شخص حاطين برضو تيشيرتات يا سلام جميلة وزي التيشيرتات هذه حتى بعض الشباب اللي طلعوا مصيلهم تيشيرتاتهم والشباب اللي ما رأى اللي الأوائل عفوا حاطينهم هدايا غير يعني طب من هذول بعض التيشيرتات يا حظك فارس أبو حامد ما شاء الله خالد أشغلت اللي معه خالد مخلد أبو مبارك اللي يقول اسمه يقوم حبيبي سعود فهد ظافر عارف الاسم جاي زعل شوي عشان يوصلونا بيض الله وجهك بيض الله وجيههم وما قصروا سعود انا مسكت انا قريب
ابو معيض كثر الله خيرك وخيرهم. سلمان وجهك ابيض بعد معاذ وهيبي. معاذ وهيبي يا عيال النار يا احمر وشغل ودنيا. جميري وهيثم. جميري وهيثم حبيبي اشي فاخر ما شاء الله. فارس القحطاني حتى مرسلين له. طبعا فارس القحطاني قدم لي هذيك اني ما ادري. زياده الشهري بعد قلبي اللي في عمرك. لا هذيك فارس. الله يسعدكم الله يسعدكم الله يسعدكم. شكرا جزيلا جزيلا جزيلا. والله بيض الله وجيهم. طبعا هذولي هدايا طيبه من ناس طيبين. الله يسعدك. طبعا هذولي حاطين قلام للشباب اللي طلعوا الاوائل اللي هم محمد الشمري ومكي محمد مكي و محمد عبد الله وبدر. حاطين لهم اشياء خاصه ما نسوهم. ايوه هذا جزيل وجميل الوفاء. الله يسعدهم جميعا وتستاهلون انتم والله. والكلمات وين هذولي؟ هذول اللي ارددهم انا دايم دحوم وراك. شكرا لكم. الله يعطيك العافيه. تعال صديقي تعال خلنا نفترس الحلوه العمانيه. بسم الله. شباب طبعا في هدايا ثانيه. شباب في اشياء ثانيه وكمان حلوه يعني مقدمه يعني. يا سلام. انا عندي حل عندي حل على الهواء وجوده. احنا وصلنا بعد بره. ليش ما تهدي يا تختار تهدي العمال وعفوا الشباب اللي شغالين هنا سواء دوري ولا دوري. يا سلام. ولا تهدي الشيوخ اللي جو هي ترك لك ان شاء الله. بس ها بري الشيوخ وضيف خيمه وكذا. هذه للشباب والاداره تقريبا. خلاص باقي واحد زيني عندك جوا صح؟ لا لا خلاص خلاص. عطيت الشيخ عبد الله. هاي خذها هذه مفتوحة خلاص جيب لي يلا. قفل باقي قفله. شباب خلاص وده جوا. طبعا اشكر فريق دعمي ما قصروا والله انهم تعبوا. الله يسلمك. وبيض الله وجيههم وجم الله حالهم. والله وانتم تستاهلوا. يا رجل ما تستاهل كل خير. وهذا اللي قدمناه هذا شيء يعني. دي الغالية يا اخي ولم مرة حلوة عمان يا بلادي الغالية. هي زاهية زاهية في كل عيل. حلوة عمان يا بلادي الغالية. هي زاهية زاهية في كل عيل. حلوة عمان الأصالة من زمان. هي زازها ساسها ساس متين. حلوة عمان يا بلادي الغالية. هي زاهية عالية في كل عين. الحلاوه فخمه منين جت؟ في نفسها نفسها تقريبا. شكرا فريق محمد الوهيبي. شكرا فريق دعم عبد الله الجميري وام سعد. الله يبيض وجيههم. الهدايا هذه حاجه حلوه ما حد ينكر الشيء هذا. فالله يعطيهم العافيه ان شاء الله ويبيض وجيههم. والله انكم تستاهلون الطيب يا اخوياي. المصنع يعني بس صار يمكن صار له يوم واحد بس. والله خلاص فتحت. هات 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 هات. سلام جميله. والله تعال 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 جميله وحلوه. ياخ كذا تركب ترى باليدين. يا اخي لازم تصير متطوط. ياخ شوف كيف والله مهبول يا عيال. شيء شيء فاخر من الاخر. حبات الحوسن يا جماعه الخير. قول لك يا عيال الجديده. عيد عيد عيد. خلاص ما يسوي حوسني. كم رقم؟ في رقم يا حبيبي. تعال تفضل. هذا يا سلمان. قبل لي قبل قبل لي عطني لا قبل عطني لي عطني لي. يعني امشي. اللي تعاونوا معي واقصد يعني الاشياء اللي جابتها جدتي ام سعد ما دخلت الا بعد توفيق الله عز وجل ثم اصرار ابو سعد كرئيس بلديه ما سوى دخلها غصبا عن انف كل نملة تمشي على الارض حبيبي. لا يا شباب شفتوا بس ومضة من ومضاته حقت ابو معيض. شفتوا كيف فرحتنا بالهدايا؟ تخيلوا ندخل لنا يوم ونعطي اخواننا الصغار هدايا. شوف كيف فرحتهم. شيء رايق. وحنا كبار والله ونفرح فرحه ما يعلم فيها الا الله. فما بالك صغار تدخل له تجيه من برا البيت تعطيه حاجه حلوه هو يحبها. كوره البنيه الصغار البنيات صغار عروسه ولوكاتي والشعب هذا من الومضات هذه انه الصغار لهم حق علينا. اكيد اكيد. خل اخواننا اخواننا يستاهلون. بس يا حبيبي اذا منك اخذت هدايا ورحت دار الايتام
ولا مرض السرطان. والله انك اخذتها على لساني وقدمت الهدايا. شوف شلون الشعور. اقنعك راك بيت ودي امك انت شغل كدادين. حلو والله. لبيه واللي برضه يستاهلون لهم حق. يا اخي اخذتك هدايا طال عمرك عبيت سيارتك.